السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حميد فوكس من قناة أمان بلاتون وقناة فقط ريزيدنت إيفل. في هذا المقطع راح نتكلم عن عدة تسريبات عن لعبة ريزيدنت إيفل 8 وريزيدنت إيفل 3 ريميك، حيث تم الكشف بأن لعبة ريزيدنت إيفل 8 ستأتي بعنوان مختلف ومميز ولن تحمل الرقم 8 كما كان يظن أغلبنا. أن اللعبة مثل الجزء السابق ستكون من المنظور الشخصي الأول، وهناك شيء آخر سيتم الاحتفاظ به من تلك اللعبة، وهو شخصية إيثن بطل الجزء السابع، والذي سوف يعود كشخصية قابلة للتجربة خلال أحداث اللعبة الجديدة. وقد أشارت التسريبات لعودة شخصية كريس ريدفيلد الشهيرة، بالإضافة إلى عودة وحوش الزومبي من جديد، ولن يكون الزومبي فحسب أعداءنا أعداء جدد، وخاصة عدو جديد يشبه الذئب وسيهاجم اللاعبين في مناطق معينة وعلى غرار كل من نمسيس ومستر إكس. ستقدم اللعبة عدوى جديدة ستلاحق اللاعبين في معظم مناطق اللعبة، وكالعادة سوف تطلق النار في حال رغبتك في التصويب اتجاههم، ولهذا سيتوجب عليك الهروب منهم أيضا. يذكر التسريب أيضا بأن اللعبة ستقدم بيئة مختلفة سواء ثلوج ريفية وأيضا جبلية، وستبدأ اللعبة في قرية صغيرة وتتتالى الأحداث حتى ينتقل اللاعبين إلى بيئة أشبه بالقلعة. وعلى الرغم من أن كافة المعلومات السابقة مجرد تسريب قابل للصواب أو الخطأ، إلا وأن شخصية نيبل المعروف بسجل حافل مع التسريبات السابقة أن تلك المعلومات صحيحة وقد سمعها من قبل خلال تجربة شركة كابكوم للعبة في العام الماضي. قدم المطور تصريحات جديدة في مقابلة مع جيمز ريدر، أعرب فيها عن إعجابه بعمل فريق التطوير على ابتكار وتصميم مستر إكس، ولكن بنفس الوقت يؤكد أن النمسيس يمتلك ثيم رعب خاص ومستقل وخاص فيه، خصوصا أنه يستخدم الأسلحة. كما ويعبر الفريق عن تصميمه الشديد لجعل نمسيس يتفوق على ما تم العمل عليه من مستر إكس، وسوف نرى نتيجة هذا التصميم عندما نضع أيدينا على اللعبة في 30 أبريل 2020. في خبر آخر، لعبة كابكوم القادمة لا علاقة لها بسلسلة داينو كرايسيس، حيث عاد أحد المسربين من جديد ليرد على تصريحات أحد المتابعين حول هذه اللعبة هل لها علاقة بسلسلة داينو كرايسيس أم لا، وأجاب سريعا بما أن اللعبة قادمة والتي سوف يتم الكشف عنها قريبا ليس لها علاقة بسلسلة داينو كرايسيس على الإطلاق، وهو الأمر الذي يفتح الباب من جديد حول إمكانية كونها لعبة ريزيدنت إيفل جديدة أو يكون الجزء الثامن المنتظر. وقد أشار أيضا بأن سبب تأخير الإعلان عن اللعبة هو رغبة شركة كابكوم بإعادة العمل على اللعبة من جديد لتصبح قابلة للتجربة أيضا عبر منصة بلايستيشن 5 والتي سوف تتوفر في موسم أعياد 2020. نسخة الحاسب من ريزيدنت إيفل 3 ريميك تستخدم حماية دينوفو. شركة كابكوم ما زالت تثق في نظام الحماية الرقمي بدرجة كبيرة، حيث سيتم استخدامه في نسخة الحاسب من لعبة ريزيدنت إيفل 3 وفقا للمعلومات التي تمت إضافتها مؤخرا عبر متجر ستيم، على الرغم من أن النظام لم يعد صامدا طويلا أمام المقرصنين وسرعان ما يتم اختراقه. طبعا سوف تصدر اللعبة على البي سي وعلى الأكس بوكس والبلايستيشن 4 في تاريخ 23 أبريل من 2020. إعلان كابكوم عن Resident Evil 3 Remake Collector Edition، حيث أعلنت شركة كابكوم عن نسخة المجمعين والتي سوف تتوفر في الأسواق الأوروبية ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتوفر نسخة فيزيائية وهي الأقراص من لعبة Resident Evil 3 Remake، بالإضافة إلى تمثال لشخصية جيل بلانتاين وكتاب رسومات فنية، وبالإضافة إلى خريطة مدينة راكون وأيضا الموسيقى التصويرية الخاصة باللعبة. صرح السيد بيتر منتج اللعبة خلال لقائه الصحفي مع جريدة بلايستيشن الرسمية بأن شخصية نمسيس سيتواجد في كل كافة أركان لعبة Resident Evil 3، وأنه على اللاعبين توقع ظهوره في أي وقت وأي مكان، ولهذا سوف يكون اللاعبين حذرين دوما من ظهور هذا الشرير الضخم والذي سيحاول القضاء عليكم دوما. شركة كابكوم تدعو سفراء Resident Evil لاختبار أحد مشاريعها الشهر المقبل. قبل الكشف عن ريميك ريزيدنت إيفل 3 سمعنا بأن كابكوم أقامت اختبارات لمشروع ما ودعت سفراء السلسلة المشاركة فيه، واليوم لدينا خبر مماثل، حيث تم الكشف بأن كابكوم وجهت رسائل لسفراء ريزيدنت إيفل للمشاركة في اختبارات لأحد المشاريع ستقام في عدة دول. البداية سوف تكون من اليابان، حيث سيتم عقد اختبارات يوم 29 فبراير و 1 مارس، من ثم سوف تنتقل إلى أمريكا يومي 8 و 9 مارس في لوس أنجلوس، ويومي 12 و 13 مارس في نيويورك، والمحطة الأخيرة سوف تكون ألمانيا بين 20 و 21 من شهر مارس. حتى الآن
ليس هناك أي مؤشرات توضح ما هي هذه المشاريع التي سيتم اختبارها. فالبعض قال بأنها ربما تكون Resident Evil 3 ريميك أو مشروع Resident Evil Resistance، وآخرون رجحوا أن تكون هذه الاختبارات تخص الجزء الثامن الذي كثرت الإشاعات عنه مؤخرا. في خبر آخر، هناك من يتوقعون أن كابكوم حاليا بدأت العمل في لعبة Resident Evil Code Veronica، وهذه إشاعات إلى الآن، ولكن من المتوقع انتهاء Resident Evil 3. طبعا البديل راح يكون Resident Evil Code Veronica، وهذا من المتوقعات فقط. تقرير يؤكد عمل نتفليكس على مسلسل Resident Evil في الوقت الراهن، والتفاصيل الجديدة حول المسلسل ظهرت في سيناريو مسرب يحمل اسم اندرو ديب، ويؤكد ان احداث المسلسل تدور في عام 2022 من خلال التركيز على اختين غير شقيقتان، وهما جيد وبيلي ابنتا ألبرت واسكر الخصم اللدود للاعبين في الاجزاء السابقة. التسريبات تطرقت لوصف الشخصيات، حيث تتسم جيد بكونها ساحرة ودودة، بينما تعاني بيلي من التحكم في غضبها، كما تعتبر شخصيات خجولة. وتنطلق الأحداث من مدينة تدعى راكون 2، بينما ينتقل المسلسل زمنيا للمستقبل القريب، وتحديدا في عام 2036 بعد وقوع كارثة قضت على معظم البشر وحولت الباقين إلى زومبي. بالطبع لا يوجد تأكيد لصحة هذه المعلومات في الوقت الراهن، ولكن كما نعلم لا يوجد دخان بدون نار، ولذلك لن يكون من المستبعد الكشف عن تفاصيل رسمية بخصوص هذا المسلسل في الفترات القادمة. تسريبات Resident Evil 8 الأخيرة التي تحدثنا عنها في بداية المقطع مبنية على نسخة تم إلغائها أو إلغاء تطويرها، ومسرب الأخبار الشهير أوضح عبر تويتر أن التسريبات الأخيرة للمشروع تم إلغائها، حيث تم إعادة العمل على Resident Evil 8 من البداية في صيف العام الماضي، وخضعت الاختبار في تلك الفترة لتحديد العناصر التي سيتم استكمال العمل عليها في المشروع النهائي والعناصر التي سيتم التخلص منها. نفس المصدر ادعى إمكانية استخدام بعض الأفكار من المشروع الملغي في مشروع جانبي أو لعبة مختلفة من Resident Evil، ولكن لا علاقة للأمر بالجزء الرئيسي وهو الجزء الثامن الجاري العمل عليه الآن. وإلى هنا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع جديد، لا تنسونا من اللايك والاشتراك ونشر المقطع مع الأصدقاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط Resident Evil.